يا غدا عادل منورانا في الجونه. حبيبتي ثانك يو، انت اللي عمر منوره. ميرسي جدا. ممكن تكلمينا على التغيير السنه دي في المهرجان؟ التغيير طبعا ان المهرجان في الكورونا ده اكبر تغيير، فالحمد لله يعني بجد المهرجان طالع بشكل مشرف جدا، واحتياطات الامان كلها تمام، في تعقيم كويس، في ماسك، في حاجات، وفي تباعد، فاحنا مستريحين ومطمنين، وكله معمول اوت دورز، فالحياه كلها مش مخيفه، فالحمد لله برغم الظروف دي ان المهرجان قدر يطلع تاني السنه دي وما كانش يتاجل او يتلغي، وكل الناس حضرت وكل الناس مبسوطه، فالحمد لله. عايزين نرجع للحياه بقى، خلاص تعبنا من كورونا. كلميني طيب عن طلتك الجميله والاوتفيت التحفه بتاع اللي افتتاح امبارح. امبارح انا ميسا عزب وسحر عزب هم عاملين لي ستايلنج، لابسه الفستان من هيب رانيا شاهين، الجولري من دايموند سنتر، ميك اب سالي رشيد، شعري عاشور، يعني فالحمد لله طلع كله لذيذ، وكله انا كل يعني كل الايام ان شاء الله هو ميسا وسحر عزب هم عاملين لي ستايلنج في كل حاجه. يعني ناويه تدخلي افلام ايه السنه دي؟ السنه دي انا متحمسه ادخل كل الافلام، عايزه اتفرج على كل الافلام. الفتره اللي قعدناها بجد في البيت يعني الواحد دايما المفروض انه يحضر كل الافلام، بس فعلا ساعات في السنوات اللي قبل كده كنت بحضر افلام، وساعات الوقت وببقى مجهده وكده، بس من كتر الحبسه بقى عندي اشتياق بقى للشغل ولكل حاجه، واشوف كل الناس واشوف كل الشغل الحلو اللي بيتعمل. سبحان الله يعني ساعات حاجه وحشه تحصل بس توديكي في حته احسن، بقيت احس اني عارفه ان الحياه خلاص يعني مش مستاهله غير ان انت تتبسطي بكل حاجه فيها، تستمتعي بشغلك وتستمتعي بكل حاجه حواليكي، انه العمر لحظه. الكورونا ممكن تقضي علينا. اكيد. دخلتي الفيلم بتاع امبارح رجل على امبارح؟ بس انا بصي انا اول يعني دايما بالعكس ده اسهل يوم هو امبارح، بس انا امبارح فعلا كنت مضغوطه قوي اول يوم، والواحد كان لسه خايف من كده، ف اول ما خلص الافتتاح انا روحت على طول. بصراحه بس قمت بقى النهارده قلت لا خلاص اليوم عدى على خير وكله تمام، كنت مضغوطه قوي امبارح، وخلاص بقى من النهارده ان شاء الله. فعلا الناس سالت امبارح ان انت كنت خايفه فعشان كده روحتي بدري. بجد؟ ايوه. السوشيال ميديا غدا ما كانتش موجوده، فين؟ ما فضلتش للاخر. ما فضلتش. كنت كمان تعبانه بصراحه امبارح، انا اصلا حصل لي ظرف كمان امبارح وجيت متاخره جدا، كان كل الظروف اللي حواليا ضدي، بس الحمد لله انتصرت على كل الظروف وحضرت الحمد لله. الف سلامه عليك. الله يسلمك. ميرسي. ممكن تكلميني طبعا على اخر اعمالك الفنيه؟ انا ان شاء الله عندي فيلمين لسه ما نزلوش، قمر 14 واحمد نوتردام، وفي الفيلم الخطه العامية دلوقتي موجود، ولسه بقى بعد مهرجان الجونه بقى اشوف اخد قرارات بقى في الحاجات الجديده، بس يعني عندي فيلمين لسه لما ينزلوا كده اشوف بس الحياه ماشيه ازاي وابتدي تاني شغل. طب ايه رايك في رد فعل الناس على فيلم الخطه العامية؟ لا الحمد لله برغم الظروف برضو كورونا طبعا معانا في كل الانترفيو، يا بطله الحدث. بس يعني بالنسبه للظروف اللي اتحط فيها الفيلم يعني الحمد لله يعتبر ماشي كويس تحت الظروف دي، يعني لو ما كانش فيه الكورونا انا متهيالي انه كان الفيلم ده هيكون احسن من كده بكتير، بس الحمد لله يعني رد الافعال كلها حلوه، الناس بتدخل يعني ناس كانت خايفه من السينما لا بيدخلوا، وطبعا الواحد عايز كل الناس يعني كلنا خايفين يعني هنعمل ايه، بس ان شاء الله كله يعدي. ميرسي جدا غدا عادل، كنت منوراني.